هلا قلنا استخدامها بهذا الشكل بيعنا ايضا في تقصير من فين؟ من الجهة اللي استخدمت الجهاز. لما تحكي عن مثلا يعني مؤسسة كبيرة بدها تشتري الاف الهواتف، شو لازم يكون في عندها؟ لازم يكون في عندها اول شيء شخص فني اللي بيقدر يكون قادر انه يفحص هذا المنتج قبل ما يشتروه لهي المؤسسة. انت بتحكي على الاف الاجهزة بدك تشتريها للطاقم تبعك، لازم يكون في شخص فني يفحصها، وهذا الشخص لازم يكون في تعاقد بينه وبين الشركة المصنعة انه هذا الجهاز اي شيء بيصير فيه انا راح احملك المسؤولية، راح اتبعك او اقوم بملاحقتك قانونيا، حتى انه يكون في حرص من هاي الشركة انها تكون تزوده بتلفون ما فيه مثل هذه الوسائل. يعني الاتفاقية لازم يكون فيها ايش؟ فيها بنود. ونفس الاشي الجهاز لازم يكون مفحوص ينفحص، فلازم اكون عارف من فين انا اشتريته. هلا المشكلة الكبيرة انه احنا بنشتري اجهزتنا الالكترونية من الطرف الثاني اللي بعادينا، يعني بنروح بنشتري الجهاز تبعنا من فين؟ من عدونا. طب اذا انا بدي اشتري التلفون تبعي من عدو، شو بتوقع منه؟ يعني ما تستغرب انه يكون عدوك عماله بحط فيه كل الامكانيات اللي بحقق فيها مصلحة له. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. عشان هيك افضل شيء دائما انه الانسان يستخدم منتج من صنعه. منتج من ايش؟ من صنعه. وشو المشكلة انك انت بدل ما تدفع على سبيل المثال 10,000 جهاز بيجر، انك تستثمر ثمنهم في ايش؟ في مصنع انه يسوي بيجرز. لو ايش؟ لو على نظام بسيط وتطوره شوي شوي. ايش المشكلة؟ فانك انت تعتمد على غيرك هذه مشكلة. يجب ان يكون لك كل جهة، لكل دولة بدها تكون في عندها استقلالية وخايفة على نفسها الإمكانية إنه هي تصنع وسائلها كلها. يعني المثل أو القول المشهور لا خير في أمة أكلت مما لم تزرع ولبست مما لا تصنع. يعني هذا مثل مشهور. فهذه الأمة اللي عمالها تعتمد على غيرها في أكلها وشربها ومنتجاتها أكيد راح توقع فريسة لهذه الأمور. بعدين إخواني بعض التقارير اللي وصلتني أثناء مسيري من البيت لهون، يعني بضع دقائق، إنه هذه الأجهزة يعني على نوعين، على نوعين، يعني قالوا فيها إنه تم استيرادها من مصنع صنعها داخل إيران. يعني المصنع اللي صنع هذا البيجر فين موجود؟ في إيران. والتقرير الثاني شو بيقول؟ انه لا، تم استيرادها من الاردن. فبغض النظر سواء من الاردن ولا من ايران في خلل. هذا شو بيعني؟ بيعني انه لو فرضنا انه مصنع في ايران فهذا المصنع شو ماله؟ مخترق، مخترق. وانه اللي عمالهم بيشتغلوا فيه بيشتغلوا بطريقة ما او يضعوا اجندة معينة، لربما كانت العقلية تبعتهم شيء ولكن استفاد منه مين؟ شيء آخر. فهذه الشغلات كلها إخواني يجب أن تؤخذ بعين الحسبة. ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونتذكر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تقصيرنا في شرائنا للمعدات، لربما إخواني أحيانا فين تكون المشكلة؟ تكون المشكلة في مسؤول المشتريات. مسؤول المشتريات عشان يسوي له قرشين على شقة فين بروح؟ بروح لو واحد بقول له تعال اشتري من عندي. عشان شو اسوي؟ انا بزبطك بس اشتري من عندي. هذه كلمة انا بزبطك شو بكون فيها؟ بكون فيها خراب البيت لغيره. فاحيانا بتكون الشغلة انه شخص معين فرط حتى انه هو يتحقق على مصلحة مادية. شو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة يعني الاف الاصابات زي ما احنا شفنا. يعني في ضربة واحدة او في ضغطة زر واحدة اكتر من 2800 إصابة، منها بعض حالات الموت، ومنها لأطفال، ومنها حتى يعني أحد المصابين يقال إنه السفير الإيراني اللي موجود في بيروت يعني تم إصابته من نفس أو في نفس العمل. طب هذا إخواني يعني ملخص عن الفكرة اللي موجودة كيف حدث ما حدث. فما حدث إنما حدث بتقصيرنا أولاً. يعني قوة عدوك إنما تأتي من ضعفك، وضعفك
إنما يأتي من تفريطك، وتفريطك إنما يأتي من حبك للدنيا، حبك للدنيا وركضك وراها قد يؤدي لهذا التفريط، وإنك أنت تعطي عدوك اللي هو بده. طيب إخوان، يعني لربما الوقت يعني ما بيسمح إنه إحنا نقرأ، ولكن نقرأ آية لعلنا نستفيد منها من سورة فاطر في قول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند إلا خسر. أول شيء يعني الفكرة أو السؤال كان عن كلمة خلائف. حتى نفهم كلمة خلائف في القرآن الكريم لابد أنه إحنا نخرج كل الآيات التي تتكلم، يعني هذه الآية اللي بين إيدينا، ولكن الكلمة أيضا يعني جاءت في ثلاثة آيات أخرى. يعني في سورة الأنعام يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، نفس الإشي، هو الذي بدل ما هو، وهو الفرق بسيط، الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف، خلائف الأرض، هناك في الأرض وين إيش خلائف الأرض، ولكن البنية واحدة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه آية تانية. نقرأ كمان آية يقول سبحانه وتعالى في سورة يونس: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، تقريبا نفس الإشي، هو وهو ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هناك رفع بعضكم فوق بعض درجات، هون لننظر كيف تعملون. في سورة يونس أيضا شوفوا سبحانه وتعالى: وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر يعني فعل الأمر، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العملية أو التخالف في الأرض حتى ننظر كيف فعل سبحانه وتعالى مع هؤلاء. فمن ما نراه من ترابط هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى جعل الذرية، ذرية آدم، خلائف في الأرض. شو يعني جعلها خلائف في الأرض؟ يعني يخلف بعضها بعضا، وابتداء يعني أبو الذرية اللي هو سيدنا آدم سأل سبحانه وتعالى، يعني قال الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني بدأ سيدنا آدم الخليفة، وإحنا ذرية صرنا خلائف من بعده، يخلف مجموعة مجموعة أخرى. وتكلمنا إخواني في هذا المعنى في كلمة الناس في القرآن الكريم، اللي بتذكر درس كلمة الناس قلنا إنه الناس في القرآن الكريم تدل على الذرية كلها، والله سبحانه وتعالى خلق هذه الذرية ثم قسمها إلى مجموعات، اصطفى أناس معينين لكل مرحلة من مراحل الحياة، لكل مجموعة من مجموعات الحياة، وقسم هذه البشرية إلى تقريبا 70 أمة، 70 أو ينوف يزيد قليلا عن 70 كلام كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، 70 أمة. هلا كل أمة، كل مجموعة من الناس، يعني زي كأنه هدول 70 مرحلة، كل مرحلة المراحل قلنا فيها 4 عناصر رئيسية، كل مجموعة عن 4 عناصر رئيسية. أول إشي كلها فيها مؤمنين، فيها كفار، فيها أنبياء أو رسل، وشو فيها؟ فيها أكابر المجرمين، أكابر المجرمين، أكابر مجرمين. هذول 4 عناصر موجودة في كل أمة من الأمم، كل أمة من الأمم. وقلنا إنه إحنا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، آخر الأمم. إحنا آخر أمة فيها نبي أو رسول، اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسينزل فيها عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. يعني في بدايتها سيدنا محمد، وفي نهايتها مين بيجي؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ما بين محمد وعيسى شو في عندي؟ عندي أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 1500 أو يزيد من الأعوام،
1500 1600 عام، هذه عمر أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة آخر الأمم، وهذه الأمة أمة وسطا بين الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني شهدفنا نكون شهداء على الناس، يعني المسلم يجب أن يكون شهيد على الكافر وشهيد على أكابر المجرمين. وقلنا في الترتيب إخواني، أنا بدي أتذكر يعني هذه الأمم إخواني الأمم كمان واحدة، لما تيجي واحدة شو بنقول هاي الأمة مالها؟ خليفة اللي قبلها واللي بعدها خليفة اللي بعدها واللي قبلها وهكذا. فهدول خلائف، خلائف معناها يخلف أحدها الآخر خلفاء. يعني كيف لما نحكي عن الخلفاء الراشدين، في عندي أربع خلفاء راشدين واحد خلف الثاني، كمان الأمم كل أمة تخلف أمة أخرى، ففي عندي 70 أمة يخلف بعضها بعض. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول وهو أو هو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني في هذه الأرض خلائف الأرض أو خلائف في الأرض أو ثم جعلكم خلائف في الأرض حسب الآية اللي تكلمنا عنها. فهذا التخالف اللي موجود في هذه الأمم. هلأ من الصفات إخوان اللي قلناه مهم نركز عليها، إنه كل أمة تأتي الخيرية في المؤمنين تزيد والشر في الكافرين أيضا تزيد. فمعناه كل ما أجت أمة خليفة لأمة أخرى شو بزيد فيها؟ بزيد فيها الخير، شو بزيد فيها؟ بزيد فيها الشر. فمعناه آخر الأمم لأمة سيدة محمد معناها الخير شو فيها؟ أكتر إشي، والشر شو فيها؟ أكتر إشي. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بقول عنا إحنا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. شو سمانا سبحانه وتعالى؟ خير البرية. أما الكفار اللي معنا اللي عاشروا أمة الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ من أهل الكتاب والمشركين أو المنافقين وغيرهم، قال عنهم شر البرية. فإحنا في آخر الزمان تجتمع فينا خير البرية وشر البرية. نعم، أي حاليا ما فينا أنبياء، ولكن شو فينا؟ كتاب الله. كتاب الله اللي بيفرق عن باقي الأمم، إنه باقي الأمم لما كان يروح النبي شو تسوي للأكابر المجرميها؟ يزوروا الكتاب. إحنا لما راح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بقي الكتاب لنا؟ محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فينا قائم، ذكر الرسول كأنه موجود، يعني ما بنحتاج إنه يكون موجود بجسده، ولكن بسيرته وبسنته وبأفعاله وتصرفاته وسريرته وتقريره موجود بناتنا. وكل واحد فينا يتمنى لو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو في المنام، مظبوط ولا لا؟ وكل واحد فينا يحاول قدر الإمكان أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويستنفي، أن يسأل نفسه ماذا فعل الرسول، فعل الرسول حتى يفعل مثله. فكلمة خلائف الأرض إخواني تعني أمة تخلف أمة. أما إخواني الأمور اللي ارتبطت مع هذه المخالفة أو الخلفية أو التخالف، التخالف في الخلافة، شو ربط لنا سبحانه وتعالى؟ طلع في أول شيء نأخذ حسب الترتيب في سورة الأنعام، شو بقول سبحانه وتعالى؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات. يعني كل أمة من هاي الأمم السبعين قلنا كان فيها مسلمين كان أو مؤمنين، شو كان فيها؟ كفار. هل هدول المسلمين والكفار شو سوى سبحانه وتعالى؟ رفع فيها الكافر إجمالا عن مين؟ عن المؤمن. ليه؟ ليبلوكم فيما آتاكم. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالكافر على مدى الزمان كله عادة كان أقوى من المسلم. بقول عادة إن الله سبحانه وتعالى يغير ما يشاء بحسب ما تقتضي الأمور والظروف، ولكن بالإجمال الكافر دائما كانت نعمه وعطاياه وقوته المادية أكبر من إيش؟ من القوة اللي موجودة والعطايا اللي موجودة عند المسلم. وهذا ابتلاء، وإحنا شو مطالبين؟ مطالبين بقبول قضاء الله سبحانه وتعالى والرضا بتدبيره، لأنه هذا تدبير الله عز وجل. فهذه الأول الشغلة الأولانية، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتكم. الشغلة الثانية شو بقول سبحانه وتعالى؟ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
يعني احنا خلائف في الارض واحنا اضعف من الكفار، بس ايش مطالبين؟ مطالبين باوامر شرعيه، افعل ولا تفعل، والله سبحانه وتعالى ينتظر فعلك حتى يرى ماذا ستفعل. لانه انت في الوضع اللي انت بتطلع فيه الكافر اقوى مني قد تخاف، ولكن الله سبحانه وتعالى بقول لك ولا تخافوا مخافين، هذول شياطين الانس وشياطين الجن ما تخافهم. اذا انت فعلت امر الله ان تنصروا الله ينصركم، فالله سبحانه وتعالى ينظر كيف تفعلون. هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة يقول سبحانه وتعالى وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يعني بامكانك انت كمسلم انك انت تنظر الى الخلف عشان تشوف في التاريخ والسير كيف كان الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة القليلة على مين؟ الفئة الكبيرة. فهذه يعني لك حظ انك انت تشوف هذا الاشي حتى انك انت ما تخاف من تنفيذ امر الله. في الآية الأخيرة اللي بين ايدينا اللي هي سورة فاطر، وهي آخر كلمة فيها خلائف، يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. يعني أي نعم في كفار، هذا الكافر يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه ويرفع على المسلم، ولكن هذا الكافر الله سبحانه وتعالى يعطيه حتى يعود ولعلهم يرجعون. ولكن هذا الكافر شو عماله بسوي؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، دائما بخالف أمر الله عز وجل، ويستخدم العطية اللي من شأنها أنه ترجع لله حتى أنه يكفر زيادة. وهذه الزيادة في الكفر سبحانه وتعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. شو بصير؟ يزداد مقتا عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما ازداد شر هذه الأمة يزداد مقتا عند الله عز وجل. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فين خسارته؟ يوم القيامة عند الله، عندما يلقى الله ويعذب في نار جهنم سيعلم كم هو خسران، وانه هذا الذي كان يفعل في هذه الدنيا انما كان سبب في هذه الخسران. اخوان انتهى الوقت للاسف، مع انه الكلام كثير. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم رحماك رحمات، اللهم رحماك بالبلاد، اللهم رحماك بالعباد، اللهم رحماك بالشيوخ الركع، اللهم رحماك بالأطفال الرضع، اللهم رحماك بالبهائم الرتع، اللهم رحماك بإخوتنا المستضعفين في غزة، في جنين، في طول كرم، في طوباس، في نابلس، في أريحة، في الأغوار، في الخليل، في بيت المقدس، في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم إنهم ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم خائفون فقوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادى. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم نشف الدم في عروقهم. اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزيكم الخير، بارك بعمرك ويحفظك إن شاء الله ويكرمكم.